في سابقة هي الأولى من نوعها، اعترف وزير التعليم العالي طاهر حجار بوجود عدة اختلالات ونقائص على مستوى قطاع الخدمات الجامعية. الخدمات الجامعية كان قبل سنوات يعد محرما الكلام فيه أو النقاش فيه. غير أن ذلك لا يعني إنكار وجود بعض النقائص والاختلالات التي تؤثر على نوعية الخدمات المقدمة للطلبة، والتي يعمل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على التكفل بها ومعالجتها بهدف ضمان التحسين المضطرد لخدمة الإيواء والنقل والإطعام لفائدة الطلبة. النقل الجامعي عرق خلال السنوات الأخيرة بصفة عامة قفزة النوعية على الصعيدين الكمي والنوعي. إذا ارتفع عدد الحافلات المسخرة لهذا الغرض عبر الوطن إلى 5923 حافلة. وفي رده على سؤال شفوي يتعلق بتماطل مصالحه في تسوية ملفات منحة أبناء الشهداء التي تحوز كامل الوثائق بما فيها شهادات الاعتراف، أكد وزير المجاهدين طيب زيتوني أن من استوفت فيهم الشروط القانونية سيستفيد من المنحة. الملفات اللي كانت مجمدة لأكثر من 10 سنوات بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين والأمانة الوطنية كلها مجمدة، لا ليست الملفات الملغاة، كلها سويت، والآن كل أصحابها يعني يستفيدون من منحة. قضية اللي تاع الاعتراف، قضية تاع الاعتراف متوقفة، الاعترافات الجديدة، أما اللي كانت مجمدة فكلها سويت بدون استثناء، وأصبح كلها أصحابها يتقاضون المنح وأنا مسؤول على كذا. إذا كان فيه ملف مطروح وعنده الاعتراف فأنا مستعد يعني نستقبل الملف ونقول لك باللي جيل الوزارة المجاهدين اللي توفر فيه شروط قانونية يتصفى في حينه. هذا وأكد وزير المجاهدين عزم قطاعه اتخاذ عدة تدابير لحماية مآثر الشهداء حفاظا على الذاكرة التاريخية وتخليدا لرموز ثورتنا المجيدة، سيما ما تعلق بإعداد بطاقيات تحمل أسماء الشهداء عبر كافة الأحياء السكنية.